يقول هل السبع الموبقات تدخل تحت المشيئة يغفرها الله بدون توبة أم لأنها مهلكة؟ السبع الموبقات مختلفة لأن فيها الشرك بالله وفيها السحر وفيها كبائر وهي القتل والزنا وأكل الربا، يعني فيها كبائر وفيها شركيات، فما كان منها من الكبائر فهذه نعم داخلة تحت المشيئة، وما كان فيها فوق الكبائر وهي شركيات فهذه لا تدخل تحت المشيئة.